متابعينا الكرام في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين متابعينا تابعي موقع عين مصر في كل مكان. يعني احنا هنا مع امتازة سناء، اتكلمنا عن اللي حصل لها وعملية النصب اللي تعرضت ليها. في محل احنا بس حاجة تانية حضرتك، انا كنت حاطة كاميرات في المحل، الكاميرات دي يعني على الاقل بتظهر لي مين اللي سرق ومين اللي عمل. الكاميرات دي كمان اتسرقت بالهارد وكل حاجه غريبه النقطه دي، يعني كاميرات المراقبه اللي بتشوف اللي سرقوها طبعا، الكاميرات نفسها اتسرقت طبعا، خسروها وخدوا الهارد وخدوا كل حاجه، كل حاجه اتاخدت. بقول لك عصابه عارفين هم بيعملوا ايه، شركه الامن علم الطبيعي تعين شاب واحد والباقي كله عواجيز فوق السبعين. طب احنا اولا عايزين نعرف بس هي كانت عباره عن ايه، يعني ايه المحل كان عباره عن ايه؟ حاجه المحل اللي عندنا هدوم هوم وير شتوي، رواب وجلاليب وبيجامات، وبيجامات هوت شورت وسلوبتات واولادي. كنت داخل برضه على موسم الشتاء اولادي، كنت عامل ترنجات اولادي وترنجات شبابي رجالي، كل ده السرق، كل ده السرق، حاجات والله بضاعه باكتر من مليون جنيه. ده انا عندي كوابيل بس حديد، كوابيل حديد بس تعدي ال 150 الف جنيه السرقت دي كلها. طب هيعمل ايه بكوابيل الحديد؟ واستندين، خد الاستندين، حدف ازاي الاستندين؟ ازاي خرجوا من البوابه اصلا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل في شركه الامن وصاحبها. انت بتطلبي ايه من الاخر؟ انا طالب حق، حقي 250 الف جنيه وحقي معنويا. انا نفسيا تعبت جدا، انا تعبت، انا قضيت يوم في الاسم عمري ما قضيته في حياتي، عمري ما شفته في حياتي، فده صعب عليا جدا. ما روح الاسم ليه قاعده بتعيط بتنهار في الاسم، انا بتنهار. ليه لما تم تعيين الاشخاص دول في شركه الامن ليه ما اعترضتوش او ليه ما اتكلمتوش؟ انا اعترض نقول ايه؟ شركه الامن ديت اللي معيناهم المحافظه، احنا بنروح، وخلي بالك انا كنت بروح وبراضيهم، يعني بروح وبراضيهم وهم برضه حاملين لي حد، وبرضه مع ذلك ما تمرش فيهم لانهم عصابه. حسبي الله ونعم الوكيل. كل اللي ما نروح يا جدعان، الناس دي كبيره في السن، ما ينفعش الناس دي كده، ما ينفعش يقول لك هم دول اللي قدامنا. هو انتوا بتدفعوا كام؟ لا احنا بندفع كل شهر مبلغ وقدره. انا كان اخر مره عليا 13000 جنيه للحي، ودفعتهم عشان اخلص، ومع ذلك برضه بنسرق. كاميرات المراقبه طبعا كله مترشح كاميرات، مش اي كاميرات جابت هويه المتهمين، كله اتسرق وكله اتاخد. يعني لو في كاميرا مثلا سرقت في كاميرا ما اتسرقتش ولا لا 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 كله اتاخد. خلي بالك هنا برضه في برضه حاجه انت فاهمها غلط، المول نفسه كل واحد حاطط على يعني انا حاطط عن المخزن عندي حاطط كاميرا مراقبه وهي حاطه، لكن المول اصلا ما كانش فيه كاميرات. كاميرات خاصه؟ ايوه كاميرات خاصه. مش اي كاميرا مصري؟ لا 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 لا. كاميرات الشارع بره وهي كرسي اللي هو جابوهم بقى، ما رئيس المباحث جابهم منين؟ ما جابهم من المجال. الست اللي كانت بتسرق ديت رئيس المباحث نزل جابها، الله يبارك له، نزل جابها وخدها وصورها ومصورها وهي بتتباع، وهي بتبيع الحاجه. انا عايز اسال سؤالك، الحاجات اللي اتسرقت كلها قد ايه؟ من عندنا؟ كل المول كله والله العظيم رقم، بقول لك المول ده اصلا كان هيفتح وسبحان الله وقف مره واحده، فكل واحد كان عنده بضاعه حطها في المول ما نقلهاش بقى على امل ان المول ده هيشتغل. المول ما اشتغلش، راح الناس بتوع الامن هم اللي سرقوه، فضوا المول. يعني عربيات كتيره جدا حملوها وسرقوها، كان كل يوم بتخش عربيه، ما ده اللي احنا عرفناه من الناس، كل يوم بتخش عربيه الساعه 3 تخرج قبل الفجر متحمله عربيه نقل، بتخش كده في وسط المول ان هو عباره عن ممرات واسعه، تقف والبضاعه تترمى من فوق على العربيات. مطلبك الاخير؟ انا عايز حقي، مش عايز اكتر من حقي، انا عايز حقي، انا كده هروح في داهيه، ده يرضي ربنا، ده يرضي الرئيس، ده انا الكلام ده انا بطالب من الرئيس اللي جاب لي حقي، ورئيسنا مش هيسيب حقك ويقف جنبك باذن الله. اتمنى يكون في ثوره تصريح بجد، احنا عايزين ثوره للتصريح بجد، احنا عايزين حقنا مش عايزين اكتر من حقنا. الست دي غلبانه ومش عارفه تعمل اي حاجه، طب حلها ايه؟ احنا بنطالب الرئيس ان يجيب لنا حقنا، مش عاوزين حاجه اكتر من حقنا، وعاوز انا عاوز رئيس شركه الامن ده يتعاقب، لانه ازاي هو اهمل، هو ازاي ما بيعينش شباب ليه؟ يعين ناس فوق السبعين، لما رحنا القسم قال لك الناس دي فوق السبعين، راح خد الرئيس خد بتاع شركه الامن دوت، قال له انت ازاي رئيس المباحث، قال له ازاي تعين الناس ديت، الناس دي هيقدروا على المول ازاي؟ لو دخل عليهم واحد بعصايه هيجروا. احنا بس عايزين نعرف مين اللي سرق دلوقتي، انا عشان لسه بادئ اللايف. جميع حراميه اللي سرقوا، يعني الناس الغفر اللي هناك مين يقدر ينزل يافطه
والامن موجود. حوالي 250 والامن رايحه جايه على المحل. وهنا مصر الامن. طب الواقعه دي حصلت امتى وايه المسروقات اللي اتسرقت؟ في 1/10 المحضر حضرتك معموله اهو معايا الورق. 1/10 23 واحد عشرة 23 يعني بقاله سنة. بقاله سنة واحنا طبعا في المحكمة بقالنا سنة. بص المحل فاضي. بص المحل فاضي. بص المحل هو مليان. القضية قعدت حوالي شهرين. المحل كان مليان. بص المحل مليان بضاعة. خلينا نشوف كده. والشواطئ انتهت. وصاحب شركة الأمن على بعض معايا هما خاسرين من فوق. طب أنا هديك الفلوس اللي ضاعت منك وأبعت لك المحامية تعوضك. كل ده كان بيسكتني عشان ميعاد القضية تخلص. فين؟ الله يعوضنا. ماله ماشي يا عم احنا قابلين بأي تعويض. فاكر كان بينيمنا عشان ما ينفعش قضيه. حصلت الساعه كام يعني؟ السرقه كانت كل يوم من الساعه 3 بالليل لحد الساعه 5 الصبح. كل يوم كل يوم كل يوم عربيه كانت بتخرج من الساعه 3 بالليل لحد الساعه 5 الصبح والكاميرات جايبه العربيات دي وهي خارجه. كل يوم عربيه نقل. كل يوم عربيه نقل. ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا؟ احنا عايزين حقنا يا ريس. عايزين حقنا يا ريس. احنا اولادك وبنقول لك احنا عايزين حقنا. ايه المسروقات دي بقى عباره عن ايه؟ اللي سرق مني كل اجهزه كهربائيه يعني استشوار مكوى خلاطات كل الحاجات الصغيره لان انا كنت جايبها المحل. انت قلت ما عرفش يطلع الغسالات البيبي فكسرها. بقى الحاجات الصغيره كلها طلعوها. في حوالي 6 غسالات بيبي طبعا تمسكوا طوبه والطوبه كبيره ويدقوا على الغساله عشان يطبقوها يعدوها عشان يبيعها خرده. ما عرفش ربنا يا راجل. معرفش يعمل كده يخرجها كده عمل حل تاني. طب هو كان مول صح؟ شال المواتير. ليه باب من هنا وليه باب من هنا؟ مول تلات ادوار. شال المواتير من جوه الغساله وخد الموتور. الغساله خلاص كده بقى. طب يعني انتوا بتقول كل يوم كان بيتم السرقه يعني انت مش محلاتنا بس. المول كله مسروق. محلاتنا بس. المول ده اصلا دلوقتي هو مهجور تقريبا من ساعه ما اتفتح هو مهجور. طب يا عم تشوف له حل. من سقف وبعدين بندفع ايجارات. احنا كنا واخدينه عشان نوسع عن نفسينا. انا عندي اصلا عندي محلات في السوق اللي جنبه. وكنت بندفع ايجارات بندفع ايجارات وبنعمل ومش متضررين باي حاجه ولا قاعدين. انا عليا 13000 جنيه للحي وقالوا لي الدفع يا الخمس اضطريت ان انا ادفعهم. طب وبعدين وبعد ذلك قالوا لي طب قلت لهم المحل اتسرق. محل فيه بضاعه مليون جنيه واتسرقت. سنه ما دفعتش الايجار لحد دلوقتي. سنه ما دفعتش الايجار. سنه ديت ب 5000 جنيه. هدفعه ازاي؟ المول ب 500 جنيه في الشهر. السنة ديت يعني 6000 جنيه. أنا كان عليا سنتين وكسر. دفعت 13000 جنيه قالوا لي يا كده يا حفص. قلت له طب لما البضاعة ترجع لما فلوس ترجع قالوا لي ما ينفعش لازم تدفع دلوقتي هتتحبس. طب وأنا هتحبس بقى على آخر الزمن دلوقتي عندي 50 سنة وأروح أتحبس وبضاعتي مسروقة؟ ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا يا ريس؟ يا ريس جيب لنا حقنا. الرئيس بيقف دايما جنب الناس وبيجيب الحقوق. ان شاء الله يعني لو وصل له الكلام ده هيوقف معاك وهيجيب لكم حقوق. يا رب ربنا يرجع يا رب. حابه تقول اي حاجه في نهايه اللايف؟ لا هقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمك. متابعينا الكرام في كل مكان متابعي موقع عين مصر زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا النهارده كنا مع يعني زي ما حضراتكم شايفين الاستاذه سناء يعني عندها محل في مول مشهور وتم سرقه المحل بالكامل حتى الغسالات البيبي ما سلمتش منهم بقى يكسروها عشان يحاولوا يبيعوها خرده. متابعينا الكرام في كل مكان متابعي موقع عين مصر انتظرونا في لايفات.